حياكم الله. الجيش الحر ودرس جديد يلقنه للروس. طائرات بوتين تخسر معركة كفر بودا بريف حماه. طائرات بوتين بأعدادها الكثيرة ونيرانها الكثيفة لم ولن تتمكن من احتلال تلك البلدة الصغيرة. وشركاء بوتين على الأرض أي قوات الأسد ولوا مهزومين مع دباباتهم. الحديث هنا عمن تمكن الفرار منهم بالطبع بعد أن تحولت شوارع البلدة إلى مصيدة لدبابات الأسد وعناصره، ولدروس الجيش الحر إلى الروس بقية ولانتصاراتهم تتمة. بلدة دورين في جبل الأكراد بريف اللاذقية حرة. معركة صد الأحزاب تتحول إلى هجوم على الأحزاب في عقر دارهم، ومن كان يسعى بالأمس لاحتلال ريف اللاذقية المحرر عليه اليوم أن يعيد حساباته، يعلم أن المحرر يتمدد إلى دورين وما بعد دورين. في ملفنا الثاني، خلطة منوعة غريبة في تشكيلاتها وأسمائها صنعت في الجزيرة السورية. تجمع قوات سوريا الديمقراطية يجمع تحت مظلته أكرادا عربا وسريانا من العسكر، الوحدات الكردية، غرفة عمليات بركان الفرات، قوات الصناديد، المجلس العسكري السرياني وغيرها أخرى. هدف التجمع سوريا ديمقراطية كما أورد البيان، خلا من أي هدف عسكري. هنا يكمن السؤال، من هؤلاء؟ ما هدفهم؟ كيف يتجمع الثائر مع المتحالف مع النظام في تشكيل واحد؟ هل هم ثمرة التنسيق الروسي الأمريكي وموقف الدولتين الداعمتين للأكراد؟ أم هم جزء من القادة الثقات الذين تعهد أوباما بتسليحهم على الأرض لمحاربة تنظيم الدولة؟ هناك تدبات. أهلا بكم. تمكن الثوار من استعادة السيطرة على بلدة كفر بودا بريف حماة الشمالي بعد أن أوقعوا خسائر كبيرة في صفوف قوات الأسد، من بينها قائد الحملة العقيد فواز عباس، كما سيطر الثوار إثر هجوم مباغت على بلدة دورين الاستراتيجية في جبل الأكراد بريف اللاذقية ضمن معركة صد الأحزاب التي أطلقها الثوار. نتابع. ذهابا وإيابا دون توقف، اثنتان، ثلاثة، أربعة وربما أكثر عددا من ذلك، كانت الطائرات الحربية الروسية تعمل كخلية نحل مع قوات الأسد البرية في بلدة كفر بودا بريف حماة الشمالي، دون أن تنتج تلك الخلية لهم عسلا، بل انتهت بنصر جديد حققه ثوار المنطقة. ساعات عدة تلك التي مكث بها النظام في أجزاء من بلدة كفر بودا دون أن يتمكن من السيطرة عليها، بعد أن حولها الثوار إلى مستنقع وحرب شوارع انتهت بمجزرة دبابات جديدة وانسحاب للنظام من البلدة، تاركا خلفه أكثر من 50 جثة من قواته ويوم هزيمة مر جديد. الله أكبر. في ريف حماة وبالقرب من كفر بودا جبهات أخرى مشتعلة بمعاركها العنيفة، مشتعلة بدبابات النظام المفجرة بسلاح التاو، عطشان، المغير، تل عثمان وغيرها أخرى تشكل سلسلة بلدات متصلة يسعى النظام مع الروس للتقدم نحوها واحتلالها. محاولاتهم تلك باءت بالفشل وما تزال. وبالحديث عن الفشل والهزائم، تمكن الثوار من إلحاق الهزيمة بعناصر النظام في بلدة دورين في جبل الأكراد بريف اللاذقية بعد يوم على إطلاقهم معركة صد الأحزاب. دورين التي كانت معقلا للنظام منذ شهور عدة عادت للثوار من ريف اللاذقية إلى ريف حماة. مشهد الدبابات المحترقة للنظام لا ينقطع، فيما ينهج الإعلام الروسي ومن يدور في فلكه نهج إعلام النظام، تصوير ما لم يكن على أنه كان. إنجازاته استعادة زمام المبادرة العسكرية في المناطق الاستراتيجية بين حماة وإدلب.
أناقش هذا الملف مع عمر أبو خليل مدير شبكة إعلام الساحل، ضيفي من غازي عنتاب. أهلا بك أستاذ عمر أبو خليل، وأرحب بسيادة العقيد أديب عليوي الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفي من الريحانية. أهلا بك سيادة العقيد. كذلك أرحب من بالنقيب أبو البراء القائد اللواء السادس في ريف حماة، وأيضا الملازم الأول أبو المجد الحمصي قائد كتيبة المدفعية في صقور الغاب. أهلا بكما وأنتما الآن في ريف حماة. يا حبذا أبو البراء، لو تحدثنا عن ما تم حصيلته اليوم، الحصيلة العسكرية، يعني الخطط الروسية التي تتهاوى، كيف حدثت؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اليوم تم تدمير عدة آليات ومقتل عدد كبير من عناصر القوات النظام مدعومة بالميليشيا الإيرانية والروسية. حاول النظام أن يتقدم باتجاه بلدة كفرنبودي منذ ساعات الصباح الأولى، مستخدما الضربات الجوية الكثيفة وتمهيد المدفعي الغزير. حقيقة كان التمهيد كتير عنيف، بشكل بحيث أنه ما كان بين الرماية والرماية مكان سقوط القذيفة، كان يوقع قذيفة. استغل هذا الشيء النظام وقدم باتجاه بلدة كفرنبودي من جهة المغير بمسافة ما يعادل تقريبا شيء 700 متر. عندما دخل البلدي تم التصدي له بكل ضراوي، وتم تكبيده، وتم تدمير دبابتين وعربة بي ام بي داخل بلد موريك، وتم مقتل أكثر من 50 عنصر من قوات النظام. نعم، إذن سيادة العقيد أديب، إذن هذه ربما هناك من يتساءل، هل فعلا الروس لا يدركون طبيعة هذه المنطقة؟ هل هم يجهلونها؟ إذن لماذا هذه الجعجعة الإعلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم ولجميع المشاهدين وإلى ضيوفكم الكرام. أخي، نحن لاحظنا كما سبق كيف سبقت الحملة الروسية على أهلنا منذ البدايات، كيف سبقتها حملة إعلامية إلى حد أن القنوات الروسية كلها بدأت تذيع أحوال الطقس في سوريا، وسبقتها أيضا بروباغندا إعلامية من النظام تهلل وتطبل إلى الطيران الروسي وإلى جنود الروس عند وصولهم. الطيران الروسي حاول أن يفعل يعني بنفس الشيء عندما بدأ بالقصف على المدنيين وعلى القرى الآمنة وعلى أهلنا المتواجدين على الأرض. طيب، هذه البروباغندا الإعلامية كادت أن تنجح، يعني بهذا، يعني طبعا هناك يعني لعب على الوتر النفسي للمواطنين البسطاء على الأرض، وكادت أن تنجح لولا أنهم بغبائهم بدأوا بالحملة البرية. نحن نعلم، وأنا طيار أعلم، أن القوات الجوية لا يمكن أن تحسم معركة على الإطلاق، مهما قصفوا ومهما يعني دمروا لا يمكن أن يستطيعوا احتلال ولو شبر واحد من الأرض. عندما بدأوا بالحرب البرية تفاجأوا أن هناك جيش حر، وهذا رد على لافروف وعلى القيادة الروسية التي تقول أين هو الجيش الحر. ظهر أن هناك جيش حر، وأن هناك جيش حر متمترس ولا يتحرك ويفدي هذا التراب بدمه. وبالتالي باءت كل هذه البروباغندا الإعلامية بالفشل. وعندما بدأوا اليوم صباحا في التقدم باتجاه يعني صباح من قرية المغير باتجاه كفرنبودة، لاحظوا كيف أن هناك أبطال صناديد يعني يتحدونهم تحدي، وبالتالي تم دحرهم وأسر العديد من العناصر، وتم تكبيدهم خسائر عديدة بالآليات والمعدات. طيب، يعني هذا استنتج به إلى سيادة الملازم أول أبو المجد الحمصي. أبو المجد، هل لك أن تعطينا تفاصيل الحملة العسكرية الروسية؟ يعني هل تختلف كثيرا عما كان يقوم به النظام؟ هل هناك خطط عسكرية وأنتم أعلم بها تختلف عن خطط النظام السابقة؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. هذه الخطة كانت مختلفة تماما عن الخطط السابقة التي تعودنا عليها. كان دائما النظام يعتمد بهجومه على محور واحد فقط،
ويكثف ضرباته، وكانت أغلب الضربات تبوء بالفشل. أما هذه الحملة الهمجية اعتمد قولا واحدا على الطيران والأسراب الحرب الروسية وذات النوعيات الحديثة، واعتمدت على القصف بالقنابل الذكية وأحدث الأسلحة المتطورة، مما يسبب بدمار هائل ويقلل من عزيمة الثوار. لكن هذا انعكس سلبا على النظام وعلى شبيحته وميليشياته التي استخدمها إلى سوريا. افتتح جبهة على مسافة أو خط جبهة تقريبا 100 كيلومتر غربا من جبل تركمان، مرورا بسهل الغاب بريف حماة الشمالي وإلى الريف الشرقي، انتهاءا في بلدة عطشان. استطعنا نتيجة التنسيق المسبق ونتيجة تجسسنا ورصدنا للأرتال القادمة على محاور القرى الموالية والمسيطرة عليها قوات النظام، أن نتصدى لهذه الحملة، وهناك تنسيق مشترك بين كامل الفصائل حتى تمكننا من صد هذه الحملة من تاريخ 7/10 حتى هذا اليوم. وعند هجومه على بلدة كفر أمبودي اليوم استطعنا بخطة حديثة، يعني وهي من نظام القتال ليست بالغريبة، لكن اليوم تمكننا من استجرار النظام إلى عمق هذه البلدة. وتمتاز هذه البلدة بطبيعة دفاع اختبرناها سابقا خلال العامين السابقين بمحاولة التقدم الأولى والتي باءت بالفشل. أيضا اليوم استجرينا النظام وتمكننا من قتل عدد كبير و تدمير عدد كبير من الآليات، وكما شاهدتم صور جثث قتل النظام صحيح. وآلياته المدمرة. طيب أذهب إلى عمر أبو خليل مدير شبكة إعلام الساحل، بنقاط أهم تم رصده اليوم من قبلكم في شبكة إعلام الساحل، ما هي الإنجازات التي تم أيضا الحديث عنها؟ تفضل عمر. أول وأهم إنجاز، أول شيء تحية لك ولأستاذ ضيوفك الكرام، تحية لكل أبناء الشعب السوري، وأنا بدي هنيهم بهذا اليوم العظيم بالانتصار الكبير الذي تحقق في قرية دورين، في بتحرير قرية دورين، ومن ثم التحرير أيضا في لإخوتنا وشركائنا في النضال في كفر أمبودي. أهم انتصار وأهم ما يمكن رصده من تحقيق وجود وفعالية كبرى على الأرض هو قهر الدب الروسي البوتيني في جبل الأكراد بريف اللاذقية هذا اليوم. الطائرات الروسية كانت على مدى الأيام الأربعة الماضية تحلق بكثافة منقطعة النظير، تحلق بشكل متواصل، حتى أننا أحصينا ما يقارب 400 طلعة جوية خلال الأيام الأربعة الماضية. ساندت خلالها قوات النظام والميليشيات الشيعية من إيران والعراق ولبنان التي شنت هجوما كاسحا كما تحدث زميلنا العقيد على محور ذات مسافة طويلة يمتد من قرية كفرية وصولا إلى جبل الأحمر. هذا المحور شهد هجوما كاسحا تعرض فيه الثوار لضغط كبير خلال الأيام الماضية، ولكنهم كانوا رجالا كما اعتدناهم، حيث بادروا النظام وقلبوا الطاولة على الروس والنظام والإيرانيين والميليشيات الشيعية المرافقة لهم، وتمكنوا من تحرير قرية دورين التي خسروها في بداية هذا العام، ورفعوا أعلام النصر وأعلام الثورة السورية في دورين، وكبروا وهللوا من المساجد هناك. والآن في هذه اللحظة تدور معارك شديدة العنف في محور جبل الأحمر، وهناك أنباء عن أن الثوار تمكنوا من تحرير بعض التلال هناك، وقد نسمع أخبار أكثر جودة وأطيب من ذلك وأفضل من ذلك في الساعات القليلة القادمة. طيب أعود إلى سيادة النقيب أبو البراء قائد اللواء السادس في ريف حماة. سيادة النقيب، الحديث ربما الآن عن تحليل عسكري أكثر ما يحدث الآن على الأرض. هناك من يقول بأن الروس يقومون الآن بالتغطية، لهم هدف عسكري آخر، تؤيد من يتحدث بهذا الحديث؟ لا، الروس يتدخلون بكل شيء، الروس هم من يضع الخطط العسكرية على الأرض، هم من يسيطرون على الجو، هم من يقودون كل شيء. طيب يعني هل لهم يعني الآن ما يقومون به في في في, في سهل الغاب، الحديث بأنهم هم يقومون بتمويه عن عملية عسكرية يريدونها؟
النظام استعان بالروس بكل تأكيد لإحراز أي شيء على الأرض. الروس بدهم يساعدوا النظام، فالنظام عنده عدة أهداف. ممكن يكون الغاية هي التقدم بسهل الغاب، ممكن يكون الغاية أنه السيطرة على ريف حماة الشمالي، وحتى ممكن الغاية يكون أنه استرجاع مدينة جسر الشغور. ولكن بإذن الله النظام مدعوم بالميليشيا الروسية غير قادر على تحقيق أي شيء على الأرض، لأنه ملك الطيران استطاع أنه يجلب الطيران، استطاع أنه يجلب الراجمات الروسية، واستطاع أنه يجلب العناصر الروسية، لكنه ما استطاع أنه يجلب الأمر اللي بيميز السوار، اللي هو الإرادة وحب الأرض. طب عناصر للنظام عددهم كبيرة سيادة النقيب، عناصر النظام عددهم كبيرة، هناك عناصر روسية على الأرض. العناصر الروسية على الأرض عم بتكون موجودة، ولكن عم بتكون الخطوط الثانية دائما. اليوم لاحظنا بخلال الاشتباكات اللي دارت بكفرنبودي، معظم العناصر اللي كانت بالتقدم الأول هي عبارة عن عناصر نظام، إنما كان الروس بالخطوط الخلفية. لما شافوا الوضع مانو لصالح النظام تراجعوا مباشرة، وحقيقة تراجع الروس هو كان سبب انهيار عناصر النظام وانهيارهم بشكل سريع، وهذا الشيء ساعدنا باستعادة السيطرة على البلدة خلال ساعات قليلة. طيب سيادة العقيد طيار أديب ليوي، تحدث بأنه يعني الآن سؤال كعقيد طيار، منلاحظ أنه المروحيات الروسية أو الحوامات الروسية قريبة على الأرض، يعني هناك من يتساءل ألا يوجد هناك أسلحة لضرب هذه الطائرات يعني على الأرض قريبة جدا؟ نعم والله عفواً حاولنا أن نوصل الفكرة إلى بعض أخوتنا في جيش الحر والقادة المتواجدين على مناطق الجبهات هناك، وأرجو أن تصلهم هذه الرسالة. الطيران الحوامات في هذا الشكل يجب علينا أن نقيم له كمائن، الكمائن تكون على المرتفعات من عنصرين، الكمين من يعني مدفع 23 أو 14.5 أو حتى الأربجة، في هذه الحالات ممكن أن نستفيد منه. يجب أن يكون هناك كمائن على الكثير من المرتفعات. نحن نعلم أن الجيش حاليا الروس حاولوا أن يفتعلوا معركة في أكثر من مجال على جبهة واسعة أكثر من كيلومتر كما ذكر أخونا في منذ لحظات. يحاول أن يسيطر على 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 تلة عطشان وهي هامة جدا، يحاول أن يسيطر على قرية سكيك، يحاول أن يصل إلى الخزانات، يحاول أن يسيطر على كفرنبودة التي هي مفتاح سهل الغاب، يعني البوابة الرئيسية لسهل الغاب هي كفرنبودة لأهميتها، يحاول أن يسيطر عليها. الآن بالنسبة للحوامات يجب أن يكون هناك كمائن جوية، كمائن أرضية لهم على بعض المرتفعات. هذه الكمائن مفيدة جدا على بعض المرتفعات إذا كان هناك كمائن يمكن أن تحد من خطورته. وعند اسقاط اول حوامه وثاني حوامه اتصور ان سيصابون بالذعر. الروس يحاولون الان جس النبض، واخشى ان يكونوا يحاولون استنزاف ثوارنا وابطالنا المتواجدين على الجبهات. يعني سياده العقيد لا اعلم اذا كنت ترى الشاشه الان، يعني الطائرات واضحه، الطائرات امام يعني ليست ترتفع بشكل كبير، هي واضحه، يعني هناك قدرة ربما لو كان هناك أسلحة على إسقاط هذه الطائرات. ما الذي يدور؟ كيف يفكر الثوار الآن؟ الروس ما هدفهم من هذه المرتفعات القصيرة حتى تقوم الطائرات بضرب هذه المناطق؟ الروس تحاول جس النبض ليعلموا ما هي الأسلحة المتواجدة لدى الثوار، النقطة الأولى. النقطة الثانية، تفاجأ الثوار بالارتفاع المنخفض الذي لا يزيد عن 25 متر، تفاجأ الثوار في هذا الارتفاع المنخفض للحوامات. يجب على الثوار أن ينتبهوا إلى هذه النقطة، أن يكون هناك أناس قناصين خاصين لهذه الحوامات عند انخفاضها. وبالغزارة النارية الحوامة ليست لا يوجد هناك، وخاصة في الحمامات السورية لا يوجد هناك تصفيح عالي لها من 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 كل النقاط. يجب عليهم أن يكون هناك غزارة نارية، وأشدد طيب على وجود 23 المدفع 23 خصص لمثل هذه المهام.
طيب يعني سأذهب بهذا السؤال إلى سيادة. طيب يعني صواريخ مضادة للدروع. نعم سأذهب إلى الملازم أبو المجد الحمزي. سيادة الملازم كان الحديث عن الارتفاع المنخفض للطائرات الروسية. أحد المحللين العسكريين قال بأنه هي عبارة عن طائرات بنفس الوقت هي تقوم بعمليات استطلاعية لمعرفة أين مواقع الجيش الحر لضربها. كيف يتم التعامل مع هذا الارتفاع المنخفض سيادة الملازم؟ تفضل. نعم في اليوم الأول من الحمل الشرسي على محور بلدة كفرنبودة تفاجأنا بخروج 4 حوامات قتالية بدأت بالرمي على مستوى منخفض وتشهده الثورة السورية لأول في هذه المعركة. تفاجأ الثوار على تلك الجبهات في هذا العمل، أيضا على جبهة مورك التي تقع للشرق قليلا، لكن تم التصدي لها وببسالي، ومما أدى إلى جنح وسقوط طائرة في عمق مكان سيطرة النظام. نحن تعودنا في السابق مثل ما تفضل ضيفكم على الرمي على الحوامات وتصفيحها قليل جدا، لكن هذه المرة الحوامات يعني أصبحنا نشاهد الرصاص كيف يصل إلى تلك الحوامات، لكن لا يجدي نفعا. لكن هناك خطط مستقبلية، سترون تلك الحوامات بإذن الله هي عبارة عن كتل نار ملتهبة بين أيدي الثوار إن شاء الله. يعني هي مصفحة، يعني هذا ربما التبرير الوحيد لهذا الارتفاع المنخفض. عمر أبو خليل، ما هي الأهمية العسكرية لبلدة دورين في ريف اللاذقية؟ أهمية بلدة دورين تكمن في أنها تقع قريبا جدا من منطقة سلمة شديدة الأهمية الاستراتيجية في ريف اللاذقية، حيث لا تبعد عنها سوى 3 كيلومترات غربا، كما أنها تشرف على مساحة واسعة وعدد كبير من القرى في جبل أكراد، إضافة إلى أنها باتت خطا دفاعيا متقدما للثوار باتجاه مراصد النظام في ستربي وأنباتي وغيرها. قرية دورين أهميتها أنها كانت أحد أهم أيقونات الثورة في جبل الأكراد، هي من أوائل القرى التي خرجت بالتظاهرات السلمية، وكان النظام يحقد عليها حقدا شديدا حتى أنه صب عليها قبل أن يستعيدها 10 براميل المتفجرة من أجل إعادة السيطرة عليها، وقد تمكن بذلك في بداية العام الحالي، ولكن بالأمس وخلال اليوم عفوا تمكن الثوار من استعادتها، وأفقد النظام نقطة حيوية هامة شديدة الأهمية في هذه المنطقة وهي دورين. دورين الآن تكمن أهميتها أيضا في أنها تقع في حضن تلة، هذه التلة إن تمكن الثوار من السيطرة عليها سيصعب على النظام في مراحل قادمة، ولو وقفت معه روسيا وإيران كلها من استعادة دورين، عليهم فقط في هذه الآونة على الثوار أن يسيطروا على هذا التل المشرف على قرية دورين. هذا التل شديد الأهمية وهو قريب جدا من مواقع النظام، وقد نخرج بهذه الحالة من حاضنة الثوار من حاضنة الجيش الحر ونصبح في هذه المرحلة في معاقل النظام في القرى التي تشكل حضينة للنظام وهي القرى الموالية في جبل الأكراد. طيب أعود مرة جديدة إلى سيادة النقيب والبراء. سيادة النقيب، الآن ملاحظ موقع الثوار بريف حما، مرة بين الهجوم ومرة في الدفاع. السؤال الآن، هل الهدف من الثوار عند تحريرهم مثل هذه المناطق السيطر على هذه المناطق، أم فقط معارك كر وفر هو تحقيق هدف عسكري معين؟ لا حقيقة نحن من بداية الحملة تم تشكيل غرفة عمليات للمنطقة كاملة مؤلفة من 11 ضابط. بدأنا بصد كان في الأمر متفق أنه بإذن الله صد الهجمة الأولى وكسر تفوق النظام والغطرسة اللي جاي فيها مدعوم بالقوات الروسية والمتابعة بإذن الله باتجاه الهجوم. نحن اليوم بعد ما لقنا النظام والمدعوم بالميليشيا الروسية درس واثنين وثلاثة، معنويات النظام وعناصره بقت الآن هي حقيقة مترهلة بشكل كبير جدا. فهلأ نحن راح بإذن الله ننتقل إلى روح المبادرة، وإن شاء الله إن شاء الله بالأيام القليلة القريبة راح يكون في شيء على الأرض ملموس وشيء لصالح الثورة، ويكون الجيش الحر بإذن الله هو بوابة لدخول مدينة حما. طب ماذا عن المعارك الدائرة في عطشان المغير الآن؟
بما يخص المعارك الدائرة بالنسبة للمغير ما زالت الاشتباكات مستمرة، وإن شاء الله من هون لساعات قليلة إن شاء الله ممكن يكون في أخبار سارة. وبالنسبة لعطشان الموجودين هناك، القوات الموجودة هناك كمان عم تشتغل منذ يومين مستمرة على العمل. امبارح كان في محاولة دخول، وحاول الجيش الحر ودخل إلى داخل إلى مشارف مدينة عطشان، ولكن الطيران الروسي نفذ عدة ضربات جوية منعت من تحقيق السيطرة على عطشان. وحقيقة بعد سيطرة اليوم الجيش الحر على مدينة كفرنبودي، المعنويات الجيش الحر موجود بعطشان ارتفعت، وإن شاء الله نأمل خلال الساعات القليلة القريبة أنه يكون في شيء على الأرض، ويكون عطشان إن شاء الله محررة من النظام ومن ميليشيا الروسية. طيب. بإذن الله إن شاء الله. سيادة العقيد، الآن سؤال، يعني هل فعلا روسيا تفشل بتقديم إسناد جوي لقوات الأسد في كفر بودا؟ هذا سؤال، ليس تشكيك بقدرات الثوار، نتحدث فقط كما نسمع من الإعلام، كما نسمع من القوة الروسية العسكرية التي تقوم بتزويد النظام بهذا السلاح. هذه نقطة. نقطة أخرى، تحدثت بأنه تكون في الخطوط الأخيرة إذا كانت على مستوى البر، هل فعلا روسيا تضحي بعناصرها في سبيل بقاء الأسد؟ يعني هل هي جادة بذلك أم هي فقط للإعلام وجود عناصر روسية تقديم ضمانات للعلويين أم إلى غيرهم؟ أظن أن الروس لا يضحون بعناصرهم، لا يريدوا أن يخلقوا لنفسهم أيضا أفغانستان جديدة حتى الآن، ولكن الأسلوب الذي نفذه الجيش النظام والجيش الأسدي في لبنان عندما كان يتقدم دائما في المعارك يزج بالعناصر السنية، للأسف يعني أقول العناصر السنية، يختار العناصر السنية ومعهم يعني 100 عنصر سني، يقودهم ضابط علوي مع 2 صف ضباط علوية ويتقدمون ويتكون الخسائر كلها من السنة. الآن نفس الشيء يستخدم الروس، قائد العمليات هو روسي، يضحي الآن بالعناصر الجيش الأسدي، وبالتالي يتقدمون ولا مشكلة عندهم. أصلا عقيدة القتال الروسية الخسائر لا مشكلة بالنسبة لهم، لكن ليس على الأرض السورية حتى الآن، على الأقل حتى الآن هو يضحي بالعناصر الجيش الأسدي ويضحي بهم، وحتى أننا يعني تسربت معلومات أن هناك إعدام لعدد كبير من العناصر والضباط الذين رفضوا الاستجابة للأوامر الروسية، وبالتالي رفضوا التقدم باتجاه الجبهة لما شعروا به من أن الخطط مهلهلة حتى هذه اللحظة. يعني تفتح جبهات بمساحة كبيرة بهذا الشكل، وهم يعرفون حتى الآن ما هي شراسة الأبطال المتواجدين في المنطقة. يعني حتى من بين الخسائر سيادة العقيد، إذا تكرمت فقط، قائد الحمد العقيد فواز عباس كان أيضا من ضمن، وهذا أكبر دليل على بأن العنصر الروسي لا تضحي بعناصرها بل بعناصر نظام الأسد. أن نعم. العناصر هناك أغلبها من الجيش الأسدي، وبالتالي سيضحي الروس قدر الإمكان، وأخشى أن يكون هناك خطط أخرى يجب على الثوار. أنا قلتها منذ البداية، علينا أن ننتبه إلى نقطتين هامتين. النقطة الأولى أن لا نترك مجال أن يحدث هناك إنزال خلف خطوط الثوار، وبالتالي تطويق بعض المناطق. علينا الانتباه لهذه النقطة جيدا، وعلينا الانتباه إلى أن لا تستنزف كل القدرات اللي موجودة عند قواتنا وثوارنا. يجب الانتباه على هاتين النقطتين، لأنها إذا تم الاستنزاف وشعر الروس يتقدم عندها الروس ويعتبرون أنفسهم أنهم حققوا نصر كبير. لذلك على الثوار الانتباه إلى هاتين النقطتين. وعندي يعني أرجو أتمنى أن تأخذ بعين الاعتبار للثوار. بعجالة سيادة العقيد تفضل. بعجالة، هذه الوقت الحالي بعد دخول الجيش الروسي، عندما الآن أصبح علينا الجهاد على كل السوريين فرض عين رجال ونساء بعد هذا الاحتلال الروسي، لذلك علينا أن ننتبه إلى بعض النقاط. النقطة الأولى أن نقاتل بنظام المجموعات الصغيرة، أن لا يكون هناك تجمعات. علينا التمويه الجيد والتحصين الجيد، التمويه للآليات بسماكة أكبر من الطين والتبن للآليات،
ودانية بشكل بسماكة أكبر وبأغصان الأشجار والأوراق الأشجار. علينا التنقل ونقل الذخائر ونقل العتاد أن لا يبقى في مكان واحد في كثير من النقاط، والابتعاد عن. وسؤالي لبعض الثوار، نحن دائما نقول الاستشهاديين أين هم الآن؟ الوقت طيب. المناسب للاستشهاديين. طيب سيادة العقيد، سيادة العقيد، الهدنة القائمة حاليا في. طيب بس خلينا أعرج على النقطة أستاذ عامر، بس لماذا يكون هناك الآن هدنة على كفريا والفوعة ضمن هذا المخطط؟ نحن نرضي إيران ونعاهدها ونفاوضها على كفريا والفوعة الآن، وأهلنا يقتلون بهذا، وجيش الفتح طيب. لماذا لا يتم الضغط يعني ويتقدم حاليا؟ يجب أن جيش الفتح طيب. يعني سيادة العقيد أنت أعلم. نعم سيادة العقيد أنت أعلم سيادة العقيد أنت تعلم ربما أكثر منا بهذه الأمور العسكرية، لكن حسب ما ورد بأنهم يفاوضون ويقاتلون بذات الوقت. اسمح لي أن أشكرك سيادة العقيد الديب علي والخبير العسكري والاستراتيجي بضيفي الريحانية ومن غازي عنتاب عمر أبو خليل مدير شبكة إعلام الساحل، وكل الشكر لضيفي سيادة النخيب أبو البراء قائد اللواء السادس في ريف حماة، وسيادة الملازم أول أبو المجد الحمصي قائد كتيبة في صقور الغاب. من هنا فاصل.